أكون فخورا وسعيدا أكثر إذا نجحنا معا بتحقيق نتائج عملية حول تخفيف أعداد النازحين السوريين غير الشرعيين تدريجيا من منطقتنا، وصولا إلى جعل البترون خالية تماما من النازحين السوريين. لا أقول السوريين، بل أقول غير الشرعيين، لأن السوريين هم شعب جار وصديق وعزيز، وجزء منهم يعمل معنا في حياتنا، وهم جزء من مجتمعنا المنتج الذي نريد الحفاظ عليه، لكن ضمن حاجاتنا وإمكانياتنا وقدراتنا، وليس أكثر مما تحتمل الأرض والموارد. فنحن لا نريد تخريب العلاقة الإنسانية مع الشعب السوري، كما العلاقة المميزة مع دولتهم. بهذه الكلمات افتتح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المؤتمر البلدي والاختياري لتنظيم الوجود السوري، متطرقا إلى مقاربة الموضوع مع القوات بهذا الإطار بالذات. نحن من زمان طلبنا قيادة القوات اللبنانية عبر القناة الرسمية الموجودة بيناتنا، نايب من عنا ونايب من عندهم جورج عطلة وفادي كرم، إن نعمل هيدا الشغل البلدي سوا. منيح إنه اليوم تم هيدا الشيء، مشكور النايب يسبك وقبله النايب كرم، إن كلنا سوا عم نعمل شغل بلدي وإن التقينا لنشتغل سوا. نحن فينا نختلف بالسياسة ويمكن لازم، وفينا نتنافس بالانتخابات، وهذا الحكي مش للبترون، هذا لكل لبنان. بس نحن ممنوع نختلف على وجود البلد وعلى كرامتنا فيه وعلى دورنا، ممنوع، وعلى هويته وسيادته وثقافته والشراكة فيه، لأنه إذا بينمس بأي وحدة من هون بينمس فينا كلنا، ومننتهي كلنا سوا، وبغلط يلي بيفكر إنه بضل طيب وغيره بيموت. باسيل ذكر بالخطط والمشاريع والقوانين التي قدمها لإعادة النازحين لسوريا، وكم مؤتمر داخلي وإقليمي وعربي ودولي شارك فيه رافعا الصوت، وكم تعرض بالداخل والخارج لهجمات تهمته بالعنصرية واللا إنسانية، حتى وصلت الأمور أن ظهرت خلال حراك 17 تشرين المقولة الشهيرة نازحين جوا جوا وباسيل برا برا. نحن كتير مجروحين من يلي صار معنا بموضوع النازحين من 2011، وانتو ما بتعرفوا كمية الكره يلي تواجهنا فيها محليا وخارجيا، وقديه تعيرنا. بس ما قلنا حق نخلي زعلنا يسيطر على مسؤوليتنا تجاه ناسنا. لما حدا بيصوب وبيصحح علينا نلتقى نحن وياه ونشتغل سوا. الأخطاء الماضية بتعلمنا لقدام، أخطاء الماضي بتضلها يمكن محفورة بالذاكرة، بس ما قلنا حق نعيش فيها، بدنا نطلع لقدام من دون ما نزور الحقائق والماضي، بس نتخطي للماضي لنقدر نشتغل ونبني ونتساعد سوا. نحن كل واحد لوحده ما بيكفي، هو كلنا سوا ما بعرف إذا بنقدر. بس رأى أنه عندما تطالب القوى الأمنية وتحديدا الجيش بالتشدد على الحدود البرية لمنع دخول النازحين، مثل ما يتشددون على الحدود البحرية لمنع خروجهم، يصور البعض الموضوع كمشكلة شخصية مع قائد الجيش. لما بتطالب القوى الأمنية وتحديدا الجيش أنه يتشددوا على الحدود البرية بالدخول السوريين، مثل ما عم يتشددوا على الحدود البحرية بمنعهم من الخروج، بتصفي عندك مشكلة شخصية مع قائد الجيش. هذا هيك السياسة بلبنان، شو بدك تحكي ساعتها؟ مشان هيك عم نقول فقدنا الأمل من الاتكال على الدولة المركزية بهيدا الموضوع. ونحن بالتيار ألفنا من زمان لجنة مركزية للنازحين ولجان مناطقية، وبلشنا نشتغل مع البلديات لأنه هي عندها الصلاحية وعندها الحس المحلي لمعالجة الموضوع، ونعمل إنجازات ولو كانت محدودة
وأكد باسيل الاتكال على الدولة المركزية بوزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وبغير محله، وليس لأنها عاجزة بل لأنها غير راغبة، ولأن القرار السياسي غير موجود إلا بالكلام الجميل، أما التنفيذ فيبقى معدوما، وذلك بسبب الخضوع للرغبة الخارجية بإبقاء النازحين في لبنان، معتبرا أن الترجمة الأخيرة لهذه الرغبة كانت في المشهد الذي رآه الجميع لدى مجيء رئيس المفوضية الأوروبية وتقديم الهمة الأوروبية المسحة والتصفيق لها والتهليل بإغلاق الحدود البحرية أمام خروج النازحين في مقابل فتح باب الهجرة للعمال اللبنانيين الموسميين إلى أوروبا.